مع دخول موسم الصيف أيامه الأولى يشتد الجفاف على النجف، فأمر ألقى بظلاله على واحدة من أهم العناصر الأساسية للمائدة العراقية، السمك الذي حطمت أسعاره أرقاما قياسية نحو الارتفاع بأكثر من 8000 دينار للكيلو الواحد ولأول مرة في المحافظة. احنا وين نروح؟ وين نلتجئ؟ مثل يعني مواطنين وين نروح؟ يعني ايش ناخذ؟ دجاج هسه استوى يلا شويه شويه احسن، اللحم ب 18، السمك هسه حاليا 9 و9 ونص، وما تعرف يعني ما تعرف بين ساعه يا ساعه 9 تصير ب 15. زين المواطن الفقير وين يروح؟ هسه حاليا البحيرات جايبون يسدون وحده تلو الاخرى، وحده تلو الاخرى، يابا شنو السبب؟ والله مي ماكو. زين انت سايمن تصعد يعني لحد البارحه انا ويا ابو العلو اخوي نزل لنا شويه ما جاي نستفاد. يقول لي والله رعد احسب حسابك من نار شهرين الى بقوا يسدون بالبحيرات يوصل الكيلو جملته بالدعش. تمام؟ ويريدون يطببون الايراني. الايراني ميت. اعتاد النجفيون هنا على تناول السمك يومي الاربعاء والخميس من كل اسبوع، ليتفاجؤوا بأسعاره المأهولة في الأسواق، فضلاً عن عزوف الكثيرين عن شراء وتناول السمك نظراً لضعف ومحدودية دخلهم. حتى حالياً انت استمت صار ب 8000، حتى 8000 يعني هاي لا حول ولا قوة. هاي العالم اللي ما عدا شلون الفقير شلون ياكل إذا هو سعره 8000؟ ممكن يعني بلكة رئيس الوزراء شوية يحط عينه علينا احنا المواطنين، يعني ما أدري حايرين انت. وتقف الجهات المعنية عاجزة عن إيجاد حل لأزمة الجفاف التي تضرب العراق وأثرت بشكل سلبي على السلع التي يعتاش عليها المواطنون. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.